دعاء برحب بيكي معايا في وشي وببارك لك على دورك في جعفر العمده. عايز اعرف الدور جه ازاي في الاول اصلا، لان انت الشخصيه مختلفه جدا جدا يعني. الحمد لله استاذ محمد سامي هو اللي رشحني للدور عشان شافني في مسلسل دل راجل. واول لما كلمني ما كنتش مصدقه طبعا، لان كان حلم من احلامي ان انا اشتغل معاه، والحمد لله ربنا حققه لي. دور صباح يعني عليه كتير من الـ من الـ من الـ الاشادات، شفتيها ازاي يعني؟ شفتي اكتر حاجه لفتت نظرك ولفتت انتباهك؟ حبهم وعجبهم بيا واتبسطت قوي لما بيقولوا عليا اصيله، فلا كلامهم فرحني قوي الناس كلها. برغم ان انت طالعه دور البنت الاصيله، بس ليكي يعني تفاصيل كتيره كده، الغيره مثلا. هم الناس خايفه لا اكون شريره وكده، بيقولوا لو انت الوحيده هنسامحك، ففرحوني قوي. دورك يعني انت مع يعني صفصف واستاذه هاله صدقي وكل الكرو، يعني احكي لنا تفاصيل الكواليس بينهم. كلهم هم كنا عيله، وكانت بنتأثر بجد في المشاهد وبنندمج. انا كنت مبسوطه جدا جدا جدا، اول مره اشتغل معاهم كلهم، بس بجد اتبسطت جدا الحمد لله. عايز اكلمك على الشغل مع رمضان بقى، انت اول مره تشتغلي مع رمضان وعصام السقا واحمد فهيم وكرو العمل كله، يعني الشغل مع رمضان مختلف عن حاجه تانية ولا لا؟ هو اول حاجه هو فنان كبير وواثق من نفسه جدا وبيساعد الناس كلها، ده يمكن ما شفتوش قبل كده، ان هو عايز اللي قدامه يبقى احسن منه، ودمه خفيف جدا وبيساعد، وعايز اي يعني عايز اللي قدامه بجد يبقى احسن منه، دي حاجه قليله لما بتحصل يعني. ابرز او اصعب مشهد انت كان بالنسبه لك عدى في خلال المسلسل؟ اللي هو الضرب والخناق والحاره، انا اتعورت في ركبتي واتبهدلنا بصراحه كلنا، وكان صعب علينا قوي. ببص على الكومنتس كلها، بس اللي عجبني السنه دي الناس حتى اللي ضد محمد رمضان لا كانوا بيقولوا لا السنه دي عامل حاجه مختلفه وحبوه. حتى شفت كومنتس كتير من ناس اعرفه بيقولوا احنا ما كناش بنحبه قوي، بس بجد المسلسل ده بقى في حته تانية بالنسبه لنا وكده. اخر حاجه انت وهلا صدقي، فكره المشاهد اللي كانت بينكم صفصف قالت لك ايه، ولا لو في نصيحه منها قالتها لك في مشهد انتوا عدتوه مع بعض؟ انا اول مشهد بيني وبينها طبعا كنت متوتره جدا عشان واقفه قدام فنانه كبيره، بس لا هي كانت جميله وبتعاملني زي بنتها فعلا، وما حسيتش باي خوف ولا اي حاجه. وانا كواليس والله ضحك. اغرب حاجه انت فاكراها؟ اغرب حاجه لا ما فيش حاجه ضحكتوا عليها قوي، حاجه عدتوها؟ مش فاكره الجديد ليكي بتحضري؟ انا لسه معروض عليا كذا حاجه بس لسه ما مضتش، فمش عايزه اقول على حاجه وانا لسه.